يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة جدا، مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي، الصعيد العالمي، وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. كل ده هيكون على مدار فقرات الحلقة المختلفة. دايما بيكون مهم جدا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة. سؤال حلقة النهاردة هو توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة المريخ غدا، في أولى مباراة النادي الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة اللي هيدافع عنها النادي الأهلي بإذن الله بكل ما أوتي من قوة عشان يفوز بها هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، وتبقى بطولة رقم 10. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم معنا في الجزء الأخير تحديدا من حلقة النهاردة. وطبعا مباراة دي غاية في الأهمية، مباراة بإذن الله الأهلي يكون موفق فيها، ودايما البداية لازم تكون بمنتهى القوة وثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين. عندنا كلام كتير جدا عن الماتش ده، لكن في البداية لازم يكون فيه عناوين مهمة جدا للحلقة. خلينا نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة المريخ. الأهلي بقميصه هو التقليدي أمام المريخ. وأخيرا في الترند المحلي، مباراة مصر وجزر القمر على استاد القاهرة. في ماتشات كتير قوي النهاردة. نبتدي بكاس مصر. المصري لاعب المنصورة، مباراة كانت قوية في تمام الساعة 2:30 مساء. انتهى فوز المصري بنتيجة 3-0 وتأهله لدور 16 من بطولة كاس مصر اللي طبعا الأهلي بطلها. النهاردة كمان في الدوري الإنجليزي في ماتشين مهمين قوي في إطار استكمال هذه الجولة القوية في الحقيقة من هذه البطولة. ويست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد الساعة 8، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد الساعة 10 بالليل. أما الدوري الأسباني، قادش مع أتلتيك بلباو الساعة 10، الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا مع بارما الساعة 10 إلا ربع، وأخيرا الدوري الألماني بايرن ميونخ أقوى فريق في العالم وبطل العالم هيقابل أرمينيا بيلفيلد الساعة 9:30 مساء. مباريات كلها مهمة وقوية في مختلف البطولات سواء المحلية أو العالمية. طيب دي كانت أهم الأمور مع بداية حلقة اليوم. عندي توضيح مهم قوي 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 هقوله، وعندي كمان أخبار وتفاصيل كتير جدا جدا، بس كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا. أنا متعود ومتربي على إن لو في أي غلط أطلع أقول أنا آسف، أنا بعتذر، حتى لو هو غلط غير مقصود بالمرة. فأنا عايز أقول كامل الاحترام والتقدير لكل جماهير المحلة على راسي من فوق، ما أقدرش أزعلهم أبدا، ولا كنت أقصد إطلاقا إن أنا أزعلهم، وأنا من النوع اللي بتكلم بشكل ارتجالي، وخطأ كان عفوي في الحقيقة غير مقصود بالمرة. المحلة كلهم صحابي، ناس كتير جدا صحابي. الموقف ده عرفني على ناس كتير قوي جدعة، ناس تواصلت معايا بمنتهى الاحترام، وناس كويسة جدا جدا. في بعض بقى اللي بيحاول يصطاد في الماء العكر ويعمل مشاكل ويكبر ويضخم الأمور، ما مش هنديهم فرصة إطلاقا، لكن كل الاحترام والتقدير لكل جماهير المحلة ولكل الأندية اللي بتمثل المحلة، سواء غاز المحلة أو بلدية مع أي حد، كلهم على رأس من فوق. وكامل الاحترام والتقدير لكل جماهير الأندية المصرية، بحترمهم وبقدرهم جدا، لأن أنا عندي قرايبي زملكاوية، عندي صحابي محلوية، عندي صحابي كمان اسماعيلوية، كل الناس، احنا كلنا شعب واحد يعني في الحقيقه، وكل واحد بيشجع النادي بطريقته، المهم تكون طريقه محترمه. فكامل الاحترام والتقدير، وارجو تقبل الاعتذار عن خطا غير مقصود بالمره، مفيش اي مشكله خالص. تحياتي للكل. دي جزئيه كانت مهمه، لكن خلينا بقى نتكلم على استعدادات النادي الاهلي لمباراه المريخ السوداني. مباراه غايه في الاهميه، ودايما البدايه لازم تكون تليق ببطل افريقيا. بطل افريقيا النادي الاهلي هيحاول يدافع عن اللقب ده بشكل قوي جدا. عندنا مجموعه مش سهله، الناس بتحاول تبسط الموضوع، لا، الاهلي ما بيفكرش ابدا في اي منافسه سهل او اي منافس هيقابله، بالنسبه له هي مباراه كبيره جدا. وكامل الاحترام لاي فريق انت هتلعبه، فريق المريخ السوداني فريق كبير قوي قوي في القاره الافريقيه، فريق قوي عنده يعني خطوط او تشكيله مميزه جدا من اللاعبين، الجانب الفني عندهم عالي، وطالما هم بيشاركوا في بطوله دوري ابطال افريقيا، وطالما هم موجودين في دور المجموعات، اذا هم فريق قوي يجب احترامه وتقديره بالشكل الامثل. وده اللي بيعمل عليه الجهاز الفني واللاعبين في الحقيقه خلال تدريباتهم على مدار
48 ساعه اللي فاتوا او من بدايه من امبارح والنهارده كمان. فخليني اتكلم معاكم شويه بخصوص هذه المباراه لان عندي تفاصيل كتير جدا فيها. لكن النهارده من ضمن اللفتات المهمه والطيبه جدا واللي تدل على مدى العلاقات المميزه ما بين الاهلي وكل انديه القاره الافريقيه، المريخ السوداني اهدى النادي الاهلي درعه وهنأه ببرونزيه المونديال، ودي لقطات من هذا الدرع وهذا او هذه المناسبه تحديدا. وكان في حرص كبير جدا من مسؤولي المريخ السوداني على تهنئه النادي الاهلي بعد عودته بالميداليه البرونزيه من كاس العالم للانديه، وده كان من خلال عمر محمد عبد الله عضو مجلس اداره المريخ السوداني ورئيس بعثه الفريق في القاهره باهداء طبعا العميد محمد مرجان زي ما احنا شايفين كده المدير التنفيذي للاهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبه. وقال كمان رئيس بعثه المريخ السوداني ان الاهلي شرف الكره المصريه والعربيه والافريقيه في مونديال الانديه كعادته دائما، متمنيا ان يسير نادي المريخ والانديه السودانيه على درب النادي الاهلي. كمان العميد محمد مرجان وجه الشكر ورحب بشكل كبير جدا بالوفد السوداني اللي كان موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. الحمد لله طبعا رب العالمين، يعني فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى، يعني لازم نفضل نشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول طبعا. مجهود اتعمل ثلاث سنين كفاح، متهيألي ثلاث سنين كل الناس كل واحد عارف دوره، ثلاث سنين ناس هقول بلغه شغلنا جنود موجوده عشان خاطر نوصل للحلم ده عشان نحقق حلم الجمهور. النهارده طبعا انا سعيد جدا باللي انا سمعته من عضو مجلس اداره نادي المريخ، طبعا حاجه تشرف اي حد، اللي هو في تكريم النادي الاهلي على هامش المؤتمر الفني، وهما بيكرموا النادي الاهلي وفي كلمته قال اللي احنا ما بنكرمش النادي الاهلي، النادي الاهلي ما شرفش الكره المصريه بس، بل النادي الاهلي شرف الكره العربيه والافريقيه. طبعا دي حاجه منتهى الاعتزاز لما يكون فريق منافس معاك هو اللي بيقول كده، وهو اللي بيتنافس وهو بيتنافس معاك في نفس البطوله وبيتمنى لك التوفيق في البطوله كمان. هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه، هو ده اللي احنا بنقوله عشان خاطر الرياضه تتقدم لازم يبقى في روح رياضيه. طبعا انا بشكرهم جدا جدا، لفته طيبه منهم ويشكر عليها اللي هو بيكرمك في مباراه مهمه بالنسبه له. اتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا طبعا احنا اتعاملنا معاه بالمثل، نادي اخلاق النادي الاهلي برضو احنا ردينا الدرع، وطبعا ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه هنا. هو شكر على الاستقبال اكيد واحنا رحبنا بيه لانه في بلده الثاني، طبعا السودان ومصر دي حاجه واحده طول عمرها والتاريخ بيقول كده. ان شاء الله باذن الله لما نروح هناك احنا مطمنين على فرقتنا ومطمنين على بعثتنا. في الاخر هقول هي دي الرياضه، مكسب وخساره، اللي فايز بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك بيصلح من نفسه. نحن شعب واحد نفرح لفرح اخوتنا في مصر ونحزن لحزنهم. كانت فرحتنا كبيره بنيل النادي الاهلي المصري هذه الميداليه البرونزيه في بطوله انديه العالم، وقررنا في مجلس اداره نادي المريخ ان نكرم النادي الاهلي بدرع فرحه منا بهذا النصر الذي حققه للعرب وللافارقه. وقدمنا هذا الدرع اليوم بعد الاجتماع الفني، نسال الله سبحانه وتعالى ان نتقدم سويا في المنافسات القادمه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون مباراه نظيفه تنيم عن حب الشعبين الكريمين لبعضهم البعض. ان شاء الله سبحانه وتعالى نترافق سويا الى الدور القادم ان شاء الله. بنهني جمهور الاهلي عامه ومجلس اداره نادي الاهلي بالانتصار الذي حققه والحصول على المركز الثالث البرونزية على بطولة العالم للأندية. النادي الأهلي بيننا وبينه في علاقة طيبة جدا ما بين مجلس الإدارة الأهلي ومجلس إدارة المريخ، وبحكم أنه نحن يعني الشعب المصري والسوداني شعب واحد بنشرب من نيل واحد، وهي الحاجة يعني لازم التهنئة تكون مسبقة مننا يعني قبل أي حد. نحن المقصد منها انه لازم نهني اخواننا في نادي الاهلي قبل اي حد، وصادفت اللي هي مع المباراه في البطوله الافريقيه، يعني الظروف هي جمعت انه نحن التهنئه تكون في الوقت المناسب بعد الرجوع مباشره من الدوحه، فاستغلنا الفرصه في انه طوال نقدم التهنئه لاخواننا في النادي الاهلي.
طيب يعني طبعا هي دي الروح الرياضيه وهي دي العلاقات المميزه دايما ما بين شعبي مصر والسودان وما بين انديه مصر والسودان، ودايما العلاقات دايما كده رب تكون مميزه، دايما المنافسه بتبقى في الملعب وخلال ال 90 دقيقه بس. فان شاء الله طبعا احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه صعبه ان شاء الله الاهلي يكون يعني في يومه فيها ويقدر ان هو يفوز فوز في بدايه المنافسه بدور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا سعيا نحو تحقيق اللقب العاشر باذن الله تعالى. طيب هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل، عندنا لسه فقرات كتيره استنونا. طيب بما اننا بنتكلم عن مباراه الغد فبالتالي هي مباراه صعبه، واللي مصعبها كمان اكتر ان فريق المريخ السوداني جاي مصر بقاله اكتر من 4 ايام تقريبا بيستعد لهذه المباراه، فبالتالي هم الناس مركزين جدا وده طبيعي، انت بتنافس في دور المجموعات عايز تعمل حاجه، فريق مريخ فريق عريق جدا في السودان وفي القاره الافريقيه، فاكيد عندهم طموح معين وعايزين يبتدوا بدايه مميزه، فبالتالي لازم يكون في تركيز كبير قوي قوي من الجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي ان هم يقدروا يتخطوا هذه العقبه باذن الله تعالى علشان تكون خطوه في اطار خطوات لسه جايه كلها ورا بعض علشان نتاهل للادوار المقبله من بطوله دوري ابطال افريقيا. انا عندي تصريحات مهمه للكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص هذه المباراه، خلينا نروح نشوفها ونرجع مره ثانيه. الحمد لله طبعا يعني حاجة كويسة للنادي وحاجة كويسة للكرة المصرية نبني عليها بإذن الله، عارفين كويس إن احنا برضو عندنا مباراة صعبة بكرة مع فرقة المريخ، فرقة محضرة كويس جاية بدري، عندها لعيبة جديدة انضمت لها زودتهم قوة على قوتهم 3 أو 4 لعيبة، عارفين على دراية كمان بالكرة المصرية بشكل عام والكرة الأهلاوية بشكل خاص، فعارفين مباراة بكرة مش هتبقى مباراة سهلة، مباراة صعبة أكيد يعني. سيد تجديد الدوافع يعني بعد المحفل العالمي والمشاركه في كاس العالم للانديه، انت داخل بطوله انت ايضا كان النادي الاهلي مطالب فيها بالمركز الاول والبطوله نفسها. يعني خلينا نقول دايما ان انت حلو قوي الارقام وحلو قوي النتائج وحلو قوي البطولات، لكن امبارح بتاع امبارح مش عايزين نقف عنده كتير، خلاص اللي حصل امبارح انتهى، خلص بحلو ومره الحمد لله على كل شيء، حققنا فيه حاجه كويسه لكن بتستعد لحاجه ثانيه وحاجه جديده، يعني الدوافع عند اللعيبه لازم تكون حاضره ولازم تكون موجوده، الاستعداد للبطوله هي هتبقى قوية جدا، يمكن باستثناء احنا والمريخ والوداد وكايزر تشيفز هم اللي ما لعبوش، بس في 16 فرقة الكل لعب، كل شاهدناه وشفناه المستويات قريبة جدا من بعض، شفنا يعني فرق ممكن تكون لسه ما بقاش ما حضرتش بشكل كبير في السنين الأخيرة في دوري المجموعات أو البطولة الأفريقية بشكل عام، لكن بتقدم مردود كويس قوي في البطولة لحد دلوقتي، فاحنا عارفين كويس إن مباراة بكرة هتبقى صعبة والبطولة كلها صعبه، لكن انا بقول دايما البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، يعني خلينا نفكر نحترم الناس نحترم الخصم نحترم المنافس لان هو يستاهل كده لانه له مكانته وتاريخه في البطوله الافريقيه. عندنا مجموعه من الغيابات ومجموعه من الاصابات ده حقيقي، لكن في نفس الوقت عندنا ثقه في كل الناس اللي موجوده، وانا دايما اقول ان القائمه لازم تكون تقيله عشان كده، لان انت طالما هتلعب في الدوري عدد مباريات كبير، هتلعب في افريقيا عدد مباريات كبير، لازم هتتعرض لغيابات، هتتعرض لايقافات، هتتعرض لحاله فنيه، هتتعرض لراحه، بالتاكيد لازم هتمر بده، فلازم القائمه كلها تكون تقيله وقويه يعني، فالحمد لله 4 مين واثقين جدا في المجموعه ككل يعني. كابتن سيد لفته طيبه من يعني مسؤولي النادي المريخ السوداني النهارده بتكريم النادي الاهلي بحصوله على الميداليه البرونزيه، وقالوا ان ده يعني انتصار مش لمصر بس، ده للقاره الافريقيه والكره العربيه. دي حاجه كويسه وهم اخواتنا بالتاكيد، وكان الاجتماع الفني يمكن لو انتم شفتوه كان اكثر من رائع وممتاز في اجواء هايله جدا يعني، ده مش جديد عليهم ولا جديد علينا. كابتن سيد سؤال اخير معلش. اتفضل. يعني عايز اعرف ظاهره انتقاد بعض نجوم الاهلي السابقين لبعض اللاعبين او الجهاز الفني او الاداء الاهلي بصفه عامه، كابتن سيد شايفه ازاي وحاجه جديده على النادي الاهلي ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي بتنتقد سواء لاعبين او جهاز او اداء؟ بص انا يعني مش عايز اروح لنقطه ثانيه غير النقطه، انا شايف انها ممكن تكون فرعيه مش في صلب الموضوع، يعني عندنا مباراه صعبه جدا خلينا نحضر لها يعني، لكن ايا كان انا اثق تماما في كل اللعيبه اللي موجوده، اثق في امكانياتهم وقدراتهم وطريقه تفكيرهم، يعني عندنا مجموعه من اللعيبه الرائعين جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الذهني كمان، يعني سواء كان المحترفين يعني مين يقول دلوقتي ان علي معلول ده واحد ما بقاش من الناس اكنها اللعيبه الاهلاويه اللي مولوده ومتربيه في النادي الاهلي او اجاي او حتى ديانج اللي لسه موجود من السنه اللي فاتت بجانب بالتاكيد بواليا وبدر بنون اللي بياخد يعني خطوه بتبقى كبيره جدا
جدا جدا في مشواره. اتمنى لهم كلهم التوفيق، لكن زي ما قلت لك يعني انا اهم حاجه في شغلي تحديدا يعني ان المجموعه كجول داخليا تبقى مستقره وتبقى هايله وتبقى قريبه من بعض. اللي بيحصل خارجي ده انا هقابله واقدر اواجهه يعني. المهم عندي الاستقرار الداخلي. شكرا. تصريحات مهمة قوي من كابتن سيد عبد الحفيظ قبل مباراة بكرة. أنا بيعجبني في الكابتن سيد إن أهمية المباريات دايما بتبان على وشه، حتى لو أنتوا أو لو الأهلي حقق بطولة مهمة أو حقق إنجاز مهم زي برونزية كأس العالم للأندية، خلاص الإنجاز ده بيخلص، كان في الماضي، بتركز في اللي جاي. بيبان على ملامح وش الكابتن سيد في الحقيقة مدى أهمية الحدث اللي أنت مقبل عليه، بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من مباراة المريخ، فدي ميزة دايما موجودة عنده في الحقيقة. عندي بعض الأخبار المهمة بتتعلق بمباراة الغد. الأهلي خلاص بالزي التقليدي امام المريخ السوداني، بكره الاهلي هيلبس احمر تيشرت طبعا وشورت ابيض وشراب احمر، وده اللي تم الاستقرار عليه في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه. خلينا اقول لكم كمان دي لقطات طبعا من الاجتماع الفني، وده بيبقى امر متابع دايما قبل اي مباريات رسميه، ده امر طبيعي. النهارده كمان طلعت نتيجة المسحة، الحمد لله كله سلبي، فبالتالي ده اللي طبعا أعلن عنه الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول، فبالتالي كده الكل متاح بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني في هذه المباراة، بخلاف طبعا بعض اللاعبين المصابين اللي هيغيبوا لأيام قليلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. وإحنا شرحنا لكم موضوع الإصابات على مدار إمبارح وأول كمان بخصوص كل التطورات بخصوص هذا الملف. عشان نطمن بشكل أكبر واستعدادات الفريق ومران اليوم، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من استاد مختار التتش. يا فاروق مساء الخير عليك. يا فاروق مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك فاروق، طمنا على آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة بإذن الله. يعني خليني يا امير انا عايز اخد من كلامك في الكلام اللي انت اتكلمته على الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقلت ان ملامح الجديه للمرحله القادمه بتظهر على وجه الكابتن سيد عبد الحفيظ. انا عايز اقول لك ان ده الشعار اللي على وجوه كل اللاعبين النهارده، خلاص انت بتقفل وبتطوي صفحه كاس العالم للانديه والمركز الثالث ايضا، وخلاص البطوله التاسعه انت مطالب من الان بالبطوله العاشره اللي فيها النادي الاهلي هيواجه فريق المريخ السوداني في اول اللقاءات في دوري المجموعات. مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا. الكابتن سيد عبد الحفيظ في كلامه معانا طبعا زي ما انت استعرضت سمعنا احترام المنافس مهم جدا، الفريق المريخ السوداني عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، اكيد تابع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. وجوه اللعيبه النهارده امير اقول لك التركيز بيفرض نفسه على اللعيبه، اللعيبه خلاص مركزه، خلاص انت عارف النادي الاهلي انت بتقفل الصفحات سريعا بتبدا صفحات جديده. النهارده المران انطلق، يعني قبل المران كان في المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين ومتابعه يعني بعض لقطات الفيديو والمباريات الخاصه بفريق المريخ السوداني كويس. واحد من الفرق المحترمه والفرق طبعا. الكبيره جدا فريق المريخ السوداني. ثم انطلق المران، عايز اقول لك ان في حاله من الجاهزيه. انت عارف يعني يا امير تلاحم المباريات، الاجهاد الكبير جدا اللي النادي الاهلي بيعاني منه من الفتره الاخيره من نزل المشاركه في كاس العالم للانديه ثم العوده والاستعداد لدوري ابطال افريقيا. وانت عارف يا امير انت بطوله انت مطالب فيها بالمركز الاول، ومطالب فيها مش يعني بوصول للمباراه، لا مطالب بمركز اول بمشيئه الله. النهارده اللعيبه اقدر اقول لك اللعيبه مركزه طبعا. الدكتور احمد ابو عبله كان اعلن سلبيه مسح جميع لاعبي النادي الاهلي، لكن انا عايزك امير نروح نطمن ايضا على اللعيبه المصابه. يعني النهارده عايز اقول لك ان ايمن اشرف مش هيكون موجود، مش هيكون موجود في المباراه، شعر باجهاد في العضله الخلفيه، وبالتالي ايمن اشرف هيغيب عن لقاء الغد، لكن اطمنك ان هو هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله السفر الى تنزانيا ومباراه سيمبا التنزاني. يعني ايمن اشرف مش هيبقى موجود غدا بس. لكن ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله تنزانيا. كويس. في حاجه ثانيه بخصوص الاصابات باقي اللاعبين يا امير انت عارف بخصوص الاصابات يا امير عندك طبعا غياب لعلي معلول واستمرار غياب لصلاح محسن ووليد سليمان وطبعا حسين الشحات للايقاف. النهارده ضيق يعني احنا بنتكلم على الاصابات يا امير، برده خليها كلام مع الدكتور احمد ابو عبله. النهارده محمود متولي بيبدا مراحل الجري حول الملعب النهارده، محمود متولي وناصر ماهر. واطمنك برده وابشرك ان ناصر ماهر هينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي عقب العوده من رحله تنزانيا. ده كان كلام مع الكابتن مع الدكتور احمد ابو عبله، طمنا على ناصر ماهر قال هينضم للتدريبات الجماعيه عقب العوده ان شاء الله من مباراه سيمبا التنزاني. ومحمود متولي دخل في مرحله مهمه جدا من مرحله التاهيل يعني عقب جراحة الرباط الصليبي. عايز برضو ان انا اكلمك على الاجتماع الفني النهاردة وعلى الروح الود اللي احنا شفناها بالضبط. سواء من استقبال النادي الاهلي لمسؤولي فريق المريخ السوداني
طبعا ويعني على هامش الاجتماع الفني كان في تكريم من يعني مسؤولي المريخ السوداني الاستاذ عمر محمد عبد الله عضو مجلس الاداره والكابتن انس نصر الدين مدير الكره بتكريم النادي الاهلي وحصوله على الميداليه البرونزيه. قال لي جمله مهمه جدا، قال لي النادي الاهلي مش فرح مصر، النادي الاهلي ده شرف وفرح القاره الافريقيه والكره العربيه، واحنا دورنا ودايما احنا بنتمتع ب يعني علاقات مهمه جدا وعلاقات يعني وطيده مع النادي الاهلي. عايز اقول لك النقطه المهمه ايضا، خليني يعني بخلاف الاجتماع الفني، بخلاف الاجتماع الفني وبخلاف اللقطات دي احنا كلنا اتكلمنا فيها خلاص بشكل كامل يا فاروق، انا بس عايز اطمن على وليد سليمان وطاهر محمد طاهر سريعا، موقفهم ايه؟ وليد تحديدا انت شارك كمان في التدريبات الجماعيه بشكل كامل. يعني تقدر تقول يا امير طاهر محمد طاهر قدامه بالظبط اسبوع، يعني طاهر ان شاء الله عاقب العوده ايضا من رحله سيمبا التنزانيه هيكون موجود، وليد سليمان من يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي وفي التدريبات الجماعيه باذن الله. ان شاء الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وشياكه حلوه قوي بصراحه اللي انت طالع معانا بيها النهارده، بشكرك ودايما متميز ومتالق كده زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا استاذ مختار التتش، وطمنا بشكل كبير جدا على الفرقه قبل مباراه بكره باذن الله. هروح لفاصل بسرعه وبعدين نرجع نكمل، يلا خلينا نشوف ترند الاهلي في ايه النهارده وايه الكلام اللي كان عن النادي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب الرسمي لقناه الاهلي، قالت إن النادي الأهلي يسعى لحسم اللقب القرن الجديد مبكرا، والأهلي في الطريق ده في الحقيقة، وده من خلال تصنيف الأندية للقرن 21 حتى هذه اللحظة، الأهلي برصيد 84 نقطة وبعديه فرق كبير جدا مازيمبي الكونغولي برصيد 58 نقطة، بعد كده الترجي التونسي 56، النجم الساحلي التونسي 55، وبعد كده الزمالك والوداد 34. ممكن الاهلي يعني باذن الله يحسم لقب القرن الجديد عشان يبقى مرتين ورا بعض، ودي تبقى حاجه مهمه جدا في الحقيقه. خلينا نروح لحساب بطولات على تويتر، واللي بيقولوا ان احمد مجاهد ليه تصريحات قال فيها ان رئيس الفيفا اثنى على اداء الاهلي امام بايرن ميونخ، وكان متواجد طبعا رئيس الفيفا انفانتينو في المباراه النهائيه، واثنى بالفعل على اداء النادي الاهلي في مباراه البايرن وعلى اداء النادي الاهلي في البطوله بشكل عام. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر من حساب ايه يا جماعه قولوا لي، ايوه سبورت 360، خمس امور يسعى موسيماني لتحقيقها امام المريخ. هما بيتكلموا في خمس حاجات مهمه جدا، بيقول لك سلسله اللا هزيمه بالنسبه لموسيماني مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ضربه البدايه القويه وده امر مهم جدا، الشباك النظيفه وده ان شاء الله باذن الله عندنا عملاق في حراسه المرمى، صداره المجموعه من البدايه امر مهم جدا جدا، الرد على منتقديه، وانا بشوف في الحقيقه موضوع الانتقاد بالنسبه لموسيماني ده شيء صحي، يعني مش شيء سلبي للغايه، دايما انت طبعا مدير فني النادي الاهلي بيوجه ليك بعض الانتقادات، لكن انت دايما بترد من خلال نتائجك في الملعب، وده اللي بيعمله في الحقيقه مستر بيتسو موسيماني ومدرب مميز جدا. الاهم ان لما يكون في انتقاد يكون بالشكل المنطقي وما يخرجش عن هذا الاطار، يعني ده امر مهم. خلينا كمان نروح لسبورت 360 وحسابهم على تويتر، بيقولوا غيابات النادي الاهلي عن مباراه المريخ السوداني الدوري ابطال افريقيا، الجميع بسبب الاصابات، وطبعا حسين الشحات بالنسبه له ايقاف، علي معلول اصابه، وليد سليمان كذلك، ايمن اشرف، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، واحنا اتكلمنا على تفاصيل الاصابات دي. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي، واللي بيتكلم من خلال حسابه على فيسبوك بيقولوا الظهير الايسر الرياضي على الاهلي في ورطه قبل مواجهه المريخ السوداني. انا مش شايف ان في اي ورطه يا جماعه، عندنا محمود وحيد ماشي كويس جدا في التدريبات، حتى هو متواجد مع الفريق في كاس العالم للانديه كان بيشارك في التدريبات بمنتهى القوه، روحه مميزه جدا في الحقيقه مع اللاعبين، ما بيشاركش بقاله فترات كبيره، لكن فرصه بالنسبه له ان هو يشارك في مباراه الغد على حسب طبعا وجهه النظر الخاصه بمستر بيتسو موسيماني. حساب يلا كوره بيتكلم على ان تصريحات نائب رئيس بعثه المريخ نهني الاهلي والشعوب العربيه على ما حققوا في كاس العالم للانديه، وده اتكلمنا فيه بتفاصيل كتير جدا مع بدايه الحلقه. تعالى لي بقى في الخبر ده عشان خبر غريب شويه من المصري الرياضي وحسابه على تويتر، بيقول الاهلي يغلق الباب امام رحيل بدر بنون، هو الراجل لحق يلعب عشان يمشي؟ طب هل في فتره انتقالات مفتوحه دلوقتي يا جماعه؟ احنا مش عارفين، دايما بيبقى في حاجات غريبه كده وغير منطقيه، انا اللي يجنني ايه؟ يجنني اي خبر غير منطقي ومش مبني على اي اسس، وبعدين بيقول لك اصل في مفاوضات شفهيه، طب هنعمل ايه بالشفهيه؟ الشفهيه دي بتعمل ايه يعني؟ هتمشي اللاعب هيجي له عرض شفهي فيمشي؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص يعني، مفيش الكلام ده. بدر بنون ماشي بخطه ثابته جدا مع الاهلي واحد ابرز اللاعبين في الفرقه خلال الفتره الحاليه ومؤثر جدا جدا وصفقه اكثر من ناجحه بكل المقاييس، فخلينا ما نشتتش اذهان اللاعبين يعني، لان ده امر غريب ومبالغ فيه في الحقيقه. خلينا نروح لبعض قرارات اتحاد الكوره
النهارده والتم الاعلان عنها بالشكل رسمي النهارده. خلينا اقول لكم كمان ابرز يعني القرارات، لان في قرارات كتير جدا. اول حاجه الانتخابات القادمه لمجلس الجبليه ستكون مدتها 4 سنوات، ده امر طبيعي اعتبارا من 20 ديسمبر تم انهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب. لغط كبير جدا في الموضوع ده في الحقيقه، واتهامات متبادله دايما. تم تجميد المستحقات الماليه لحين فصل لجنه الانضباط فيما تم خلال المشاركه في التصفيات المؤهله لكاس الامم بتونس، ده فيما يتعلق برضو بالجهاز الفني لمنتخب الشباب، والكلام برضو عليه كتير قوي. تم اختيار لجنه لصياغه اللائحه من 4 اعضاء ممثلين للانديه، تمام. تم التعامل مع قرار تاجيل مسابقات الناشئين، وده كان غريب شويه القرار ده، من خلال الجهازين الفنيين المنتخبين 2006 و2003 ومناقشه الحلول البديله. هيكون ايه يعني الحلول البديله؟ مش عارف، خلينا نشوف هيفكروا ازاي، بس قرار غريب بصراحه. مباراه جزر القمر ستكون باستاد القاهره بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب. طب هي كده هتكون فين اصلا؟ ده طبيعي يعني. البند الخاص بصرف زياده 10% سنويا للجهاز الفني للمنتخب الوطني موجود في العقد والتزمنا به، مرزق الكابتن حسام البدري. سيد بخيت يتولى اداره المسابقات. كابتن حسام البدري في الحقيقه بقاله سنتين ماسك المنتخب، ما لعبش تقريبا 3-4 ماتشات على بعض، بس طبعا مدرب كبير نتمنى له كل التوفيق. سيد بخيت يتولى اداره المسابقات، ما فيش مشكله. ما يتردد عن فصل موظفين توفيرا للنفقات غير صحيح، توضيح مهم. خطبنا الجهات المعنيه لتحمل نفقات لقاح كورونا لجميع المسابقات لايقاف نزيف مصروفات المساحات، خطوه مهمه برضو. هناك تعاون كبير مع الانديه بخصوص المستحقات، ماشي. جهات التحقيق تواصل عملها في قضيه اختفاء الكؤوس من الاتحاد، نفسنا نشوف نتائج للتحقيقات دي بشكل سريع، لان امر برضو كان يعني مستغرب جدا. اخيرا فتح الباب امام ضم حراس اجانب لم يصبح قرار حتى الان. طيب هو اصلا يعني مين صاحب الاقتراح الغريب ده؟ يعني انا ليه افتح الباب قدام حراس اجانب واحط المنتخب في ازمه او المنتخبات المختلفه في ازمات؟ يعني انت دلوقتي هتسهل الامور على الانديه ان هم يجيبوا حراس اجانب مميزين علشان مثلا ممكن يكون هم عايزين يدعموا الفرقه، فده امر غريب جدا. يعني احنا ملغيين القرار ده من 2008 على ما اتذكر او 2009، وكان اخر حارس اللي هو كاميني حارس حرس الحدود خلص عقده الراجل ومشي يعني. فقرار انا اتمنى ان هم يعني يراجعوه بشكل مميز المسؤولين في اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه الموجوده دلوقتي، ويكون كل شيء بالتنسيق مع الانديه، او الاهم دايما مصلحه الكره المصريه والمنتخبات المصريه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقرات حلقه الترند النهارده، يلا بينا. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وهو توقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه بكره امام المريخ السوداني في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا ومستهل مشوار النادي الاهلي في المجموعه دي. خلينا نبتدي بسلمى عوض، واللي قالت تشكيلها او توقعها لتشكيل النادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، هاني وبدر وياسر وايمن. ايمن غايب مش هيكون موجود، لو جاهز يعني ماشي يكون وحيد موجود اوكي. سوليا وديانج، كهربا، افشا، اجاي، بواليا، وبالتوفيق ان شاء الله ماشي. احمد النجار قال الشناوي، هاني، بنون، سعد، ايمن. قلنا ايمن مش هيكون موجود، اكيد هيكون محمود وحيد حسب برضو رؤيه المدير الفني. سوليا، ديانج، افشا، كهربا، اجاي، بواليا. خلينا نشوف كمان توقعات من وليد الحناوي، واللي قال الشناوي وهاني وبنون وايمن اشرف او ياسر ابراهيم، وحيد او ايمن اشرف ماشي. ايمن خلاص مش هيبقى موجود، معنى اذا ان ايمن اشرف جاهز، هيلعب ظهير ايسر وياسر اساسي، حمدي فتحي، السوليه، افشا، اجايه، كهربا، بوالي. ايمن يا جماعه خلاص مش موجود برضه عشان ناكد على الخبر ده، مش هيكون موجود مع الاهلي في قائمه المباراه بكره. محمد السيد قال اتوقع ان بيتسو قادر على جعل اي اسم انه يلعب في اي مركز ناقص، هكذا الاهلي ليس نادي اعذار بل نادي يلعب باي 11 راجل وهم كلهم رجال، ده حقيقي. خلينا نروح لمحمد عبد المنعم، واللي بيقول الشناوي، وحيد، ياسر، بنون، هاني، حمدي، ديانج، افشا، جاي، شريف، كهربا. وطه احمد قال الشناوي، ايمن، ياسر، بدر، هاني، السوليه، حمدي، افشا، طاهر، كهربا، وشريف. دي كانت بعض التوقعات لبعض من جماهير النادي الاهلي على صفحات قنوات الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. دي كمان كانت حلقتنا النهارده. قبل ما نختم نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته الهامه جدا والقويه والصعبه جدا بكره امام المريخ. المباراه بكره الساعه 9 بالليل على استاد القاهره الدولي، باذن الله الاهلي يكون موفق فيها. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.